بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وعمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنكمل إن شاء الله بإذن الله الجزئية الخاصة بالستايلينج الجزء الثاني. كنا وقفنا في المرة اللي فاتت عن إن إحنا حاولنا نشتغل على الصفحة بتاعتنا بالشكل ده، وكان عندنا المشكلة بتاعت الاستريتشنج بتاع الهاي، إن العمود اللي على الشمال النص بتاعه او الكونتنت بتاعه مش ستريتش، الارتفاع بتاعه مش ستريتش على زي ما هو موجود في النص اللي على اليمين. فديت كانت المشكله اللي احنا هنحاول نحلها ان شاء الله باذن الله بتقنيتين من تقنيات سي اس اس في حلقه اليوم. وهنقفل ان شاء الله باذن الله الحلقه، او هنقفل الحلقه بالتقنيتين دولت، ومش هنضيف ان شاء الله باذن الله اي نقط جديده تاني. طيب انا من التقنيات اللي بنستخدمها عشان نعمل هاي استريتشد يا جماعه، باني هبتدي اشوف الاعمده اللي انا عايز ادي لها الهاي بتاعها يكون ممتد. تمام، نقطه. النقطه الثانيه اروح اعمل ايه يا جماعه؟ اروح ادي لها بادنج بوتوم. انا بتكلم عن الارتفاع اللي تحت، اروح ادي لها بادنج بوتوم لقيمه كبيره جدا. ولنفرض القيمه اللي احنا هنستخدمها، انا مش همثل بس هنقول ادي لها قيمه كبيره جدا. طيب البادنج بوتوم ده هيخلي ايه؟ هيخلي كل ما المحتوى او كل ما كونتنت يتحط في العمود اللي يحصل يبتدي البادنج ينزله لتحت. تمام جميل. اروح انا عامل ايه بعد منها؟ اروح ادي، انا عارف ان البادنج يا جماعه المسافه اللي ما بين الكونتنت وما بين الحدود الخارجيه للكونتينر بتاعه. تمام، طبعا الكونتنت اللي هو جوه الكونتينر، فاهمني يا جماعه؟ المحتوى، يعني انا لو عملت ديفيجن واديته بادنج مثلا قيمه معينه، هيروح يعمل لي ايه؟ يخلي لي المحتوى يتلم لجوه، المسافه اللي ما بين الحدود الخارجيه والمحتوى اللي جوه منه. تمام اوكي، كده انا حليت نقطه، اتبقى معايا النقطه الثانيه، وانا لسه برضو ما عنديش المشاكل اللي بره. فبالنسبه للقصه اللي بره هروح ادي له انا مارجن برضو بوتوم، والمارجن ديت يا جماعه المسافة ما بين الكونتينر والحدود الخارجية الحاجة اللي بره منه، اروح اديله سالب قيمة البادنج بوتوم. فاهمني؟ يعني انا اديت بادنج بوتوم بقيمة كبيرة، اروح ادي لها مارجن بوتوم لسالب قيمتها. تمام. هنروح نشوف الكلام ده. احنا انا عندي، انا هطبق القصة ديت على الرايت وعلى الليفت يا جماعة. يعني الرايت ده انا هروح اديله بادنج بوتوم لقيمة، يعني يعني انت مش راح تتخيلها، وانا اقول له مثلا 1000 اي ام يا جماعه. تمام، ديت البادنج بوتون بتاعي، واروح اديله مارجن بوتون بسالب قيمه البادنج يا جماعه، اللي هي هتكون سالب اي ام، يعني هو هيعمل سكرول واخد البادنج ب 1000 واخد المارجن بسالب 1000. تمام، هعمل كنترول اس على الكلام دايت، و هاخد وان اب كوبي واحطه على الليفت كولومن برضه. تمام، زي كنترول اس. انا حاسس ان في عندي مشكله في بادنج بوتوم. تمام، هاخد بادنج بوتوم بس كنترول سي، حاسس ان فيها مشكله. كنترول في كنترول اس. تمام، انا كده عملت القصه ديت. فنروح نشوف ايه اللي حصل في البراوزر تبعنا. ارجع الاديتور بتاعي، مين ليفت كولوم بادنج بوتوم، انا حاطط 2، ماشي، المفروض اني احط واحده بس. تمام، كنترول اس، نفس القصة هناك، حطت نقطتين بادنج توب، ماشي، امسح ديت، هذه كنترول اس. اروح للبراوزر بريفرش، هلاقي ان السكرول يا جماعة ابتدت، السكرول اداني بالفعل، يعني هو الاول ضيع لي الفترة بتاعي بيجي فيه مشكلة، لكن بصوا اللون الابيض اللي واخد الخلفية استرتشد على مسافة كبيرة، ال 10 اي ام، ال 1000 اي ام ديت. تمام يا جماعة؟ اوكي، باجي اني انا اعمل ايه؟ اني احاول
اي ازيل الحاجات اللي بره ديت. طب تمام، في حاجات بره كونتينر يبقى انا محتاج ايه يا جماعه؟ اكزاكتلي، ممتاز، محتاج اني استخدم اوفر فلو. طيب لو الناس تفتكر ان كنا بنستخدم الاوفر فلو مع مين يا جماعه؟ كنا بنستخدم الاوفر فلو مع كونتينر علشان اي تدفق لاي ماتيريال لاي كونتنت بره منه يتعمل له ايه؟ يتعمل له هيدن. لو انا كنت هستخدم اوفر فلو هيدن. طيب جميل، انا الاوفر فلو اللي عندي فين يا جماعه؟ على الديفيجن ده اللي هو العمود اللي على اليمين، وعلى الديفيجن ده العمود اللي على الشمال. طيب انا عايز اعمل اوفر فلو على الكونتينر بتاع الاثنين دولت يا جماعه، صح الكلام؟ طيب مين الكونتينر بتاع الاثنين دولت؟ تعال نرجع كده ونشوف. انا عندي ليفت كولوم وعندي رايت كولوم. الكونتينر بتاعهم يا جماعه في ملف اتش تي ام ال بيكون عباره عن البادي، تمام، اللي نات على نفس النسق، وديت الاثنين دولت سايد باي سايد، والفوتر لوحده او الفوتر مع هيدر. فالكونتينر بتاعهم كله يا جماعه بيكون عباره عن البادي. طيب تخيل، خلينا ندي كده اوفر فلو هيدن للبادي ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي كنترول اس ونروح على البادي ونعمل ريفريش. طيب في اوفر فلو هيدن يا جماعه، شوفوا اللي حصل. اللي حصل ده امر يعني مش غريب شويه، ان هو زلك اي اوفر فلو للبادي، فزل لك السكرول وخلى لك المكان اللي انت واقف عليه بس هو اللي ظاهر من الشاشه. طبعا الكلام ده مش حضرتك اللي تقصده، الكلام ده هيتوقف على الريزوليوشن اللي حضرتك شغال عليها، بس ده الاوفر فلو مع البادي بيزلك اي تدفق خارج الفيو بورت اللي شايفه البراوزر. طبعا انت مش تقصد كده، وده اللي حضرتك مش عايزه. فعشان كده انا مش بنستخدم اوفر فلو مع البادي خالص يا جماعه. فعشان كده انا عايزين نحاول نحل المشكله ديت. اوفر فلو مع البادي مش هراح ينفع، لان البادي هي الكونتينر بتاع او هتحط حاجات كتير تاني فيها. فالحل ايه يا جماعه؟ الحل ان انا احاول اوجد كونتينر المه حوالين الرايت كولوم والليفت كولوم، وده اللي هديله الاوفر فلو. طيب علشان كده انا اروح لملف في الاتش تي ام ال وابتدي انا اعمل كرييشن لديفيجن تاني يا جماعه، كلاس بيساوي، وانا اسميه ديت كونتينر او كونتنت، على ان الكونتنت ده يا جماعه يلم لي الرايت كولوم والليفت كولوم، تمام يا جماعه؟ اوكي. طيب خلونا نقفل الليفيجن ديت، تمام. يبقى كده انا عندي الكونتينر ديت واخد جوه منه الرايت كولوم والليفت كولوم. خلينا ناخد دولت ونديهم سنه لتاب لجوه كمان تاب، علشان تعرف ان ديت هو الكونتينر بتاع الرايت كولوم والليفت كولوم. جميل، وابتدي انا استايل. طبعا انا استايله تحت الهيدر علشان احافظ على القواعد بتاعي، وديت هيكون كونتنت، ده عباره عن كلاس، واول حاجه هديها له يا جماعه بتكون عباره عن الويدث. طبعا هياخد الويدث بتاع مين؟ انا هياخد الويدث الكلي، هياخد الويدث الكلي، هياخد الويدث الكلي بتاع البادي، متفقين؟ 960 بكسل، لان هو يا جماعه هيعمل لي ستريتشنج ليه؟ لو فتحت ملف الالستريتور وهياخد 960 بكسل كلها، هو ملوش دخل بالبادنج والمارجن يا جماعه. البادنج البادنج اللي انا كنت عاملها، البادنج ده ما بين الكونتنت وده، البادنج اللي المحتوى بتاعه والبادي، فاهمني؟ فهو هنا انا هعتبره بمثابه الاطار اللي اصغر شويه من البادي، لان البادي اكبر شويه اللي فيها الفيو بورت وكده. طب كما اني مش هنفع ادي اوفر فلو للبادي، لان هتعمل لي المشكله اللي انا كنت شايفها من شويه. عشان كده هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل الرابر او الكونتينر ده. طيب انا هديله الواتس بتاع البادي اللي هو 960 بكسل. النقطه الثانيه اروح اديله المارجن، مش عايز اديله مارجن 0 8. هتكلم عن باك جراوند كلر يا جماعه، لو انا كنت عايزه يظهر اكشولي مش هديله باك جراوند كلر خلاص دلوقتي، انا هديله بس اوفر فلو على طول. اوفر فلو ومهديله القيمه هيدن اللي انا كنت بديها من شويه للبادي، واعمل كنترول اس، وهروح اعمل ريف ريش يا جماعه، هلاقي المشكله ديت اتحلت، تمام. ادي السكرول اللي بتاعي اتظبط، وديت بيج ستريتش مع الهاي والويدث. فكده بالنسبه لي اي هاي اي كونتنت انا هبتدي اضيفه هيبتدي ياخد لي 10، هياخد لي 1000 ام تحت على الناحيتين،
تمام. فالف ام مع موجب وسالب واوفر فلو هتحل لي المشكله ديت. تمام ديت طريقه. انا لو شلت الالوان والخلفيات يا جماعه هتلاقوا ان اللون طبعا هو هيكون وارث الباك جراوند بتاعت الباك، هيكون واخد لون الباك الكونت الرابر الكبير ده اللي حضراتكم مش شايفينه، لو اديته لون هيكون وارث اللون بتاع البودي يعني. فديت الفكره، ديت اول نقطه راح نتكلموا فيها ان شاء الله باذن الله بخصوص الطريقه ديت. تمام. انا عندي طريقه ثاني عشان نحاول نحل بيها الامر ديت برضو، انا كده كده شغالين ستايلنج يا جماعه. الطريقه الثانيه ديت يا جماعه بيقولوا عليها اسمها الفو كولومز، ان هحاول ازيف حاجه مكان حاجه. طيب يعني نحاول نركز كده ونستخدم فيها يا جماعه الايمج، هنستخدم فيها الباك جراوند ايمج. طيب اوكي ماشي. انا اروح نفتح ملف فوتوشوب يا جماعه واعمل ملف جديد. الملف ديت هياخد عرض العرض الكامل بتاعي، ونحاول نركز في القصه ديت يا جماعه. هياخد عرض الكامل بتاعي اللي هو 960 بكسل، وانا اعمل اوكي باي ارتفاع مش مشكله. تمام. اللي باجي معايا هفتح ملف الالستريتور. انا عندي يا جماعه كام عمود؟ عندي عمودين. ها اول عمود انا مش بشتغل على بادنج يا جماعه بالله، انا مش انا ماليش دخل بالبادنج. البادنج بتاعت العمود ده هي المسافه اللي ما بين الاجزاء الداخليه لي والمحتوى، يعني مسافه بين الحد والمحتوى، فانا ماليش دخل بالبادنج. انا مشكلتي في العمود كله. اهو ده كان عنده عمود، العمود ده كان 400 بكسل، العمود اللي جنب منه يا جماعه كان كام؟ كان 560 بكسل. طيب اوكي هروح انا اعمل ايه؟ اظهر الرولر المسطره بتاعتي من فيو يا جماعه، ابتدي اعلم على الرولر واروح اعمل كليك يمين واخلي القصه بتاعتي بيكسل. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز افصل بالعمودين 400 بيكسل، فاروح اجي عند 400 يا جماعه واقف. تمام. هو هناك بيعمل لي بيديني زي تحديد عند 400 وابتدي احاول اقف. ربما صعبه شويه تتظبط بس يلا مش مشكله. ابتدي اعمل زاب فور زوم. تمام. هلاقي اني تقريبا واقف على ال 400 لو انا شديتها كده علشان احاول 403 لغايه لما تتظبط معايا. هي صعبه شويه اهو كده بقت زي 400. تمام. اطلع انا بالزوم بتاعي. فانا كده يا جماعه عملت ايه؟ زي قسمت العمود الاولاني ديت ب 400 بيكسل، فالقيمه الثانيه الباقيه هتكون يقينا القيم الباقيه اللي هتكون عباره عن كام يا جماعه؟ ال 560 بيكسل. اوكي اروح انا واخد شادد هاي، عامل سيلكشن على على ال 400 ديت، واعمل كليك يمين وفيل اور من قائمه او من قائمه اديت فيل او شيفت اف 5، ابتدي اختار لون معين. فيقول لي اكتب لي شفره اللون، فانا نروح لملف ال اتش تي ام ال بتاعي ولنفرض خلوني اروح يا جماعه ل اللون او شفرة اللون اللي انا كنت شغال عليها. فين ديت؟ في الحلقة الرابعة كنا شغالين على شفرات لون اللي هو الموقع بتاع الباليتون. طيب اوكي ديت اللي فيه شفرات الالوان بتاعتي. فانا هروح وافتح الشفرة اللي انا كنت شغال عليها عشان انا اقسمها لنصين. تمام. يعني انا هعمل فرق ما بين عمود وعمود تاني يا جماعة. اوكي. طيب هي كده ما جاتليش. طيب خلونا نختار درجة من درجات اللون الرصاصي ولنفرض انا هختار لونين زي دول. اللون ده يا جماعة مع لون تاني، انا هخلي ده ياخد العمود اليمين وده ياخد العمود اللي على الشمال. تمام. او الاثنين دول انا ما يهمنيش. مثلا هاخد اللون ده بدبل كليك واخد الدرجة اللونية بتاعته بكوبي واروح على الفوتوشوب والسج له القيمه ديت بفيه واوكي. اوكي ديت هياخد اللون ده. تمام. ديت هيبقى اللون بتاع العمود اللي على الشمال. انا اعمل كنترول دي سيلكشن دي سيلكشن واروح اعمل سيلكشن للقيمه الثانيه وارجع للويب سايت بتاعي واروح اديله القيمه الافتح القيمه اللي على اليمين باعتبار ان ديت يعني هيبقى في نصوص ويبقى يعني التباين كبير شويه ما بين الشكل والخلفيه. اوكي اروح لملف الفوتوشوب واعمل له من كليك يمين واقول له فيل برضو. تمام. والكالر وهلصق الشفره اللونيه بتاعت اللون ده واعمل اوكي. واوكي
تمام. ادي وبعدين كنترول مع دي، فده اللي حصل يا جماعه، ده هيكون العمود الاول وده هيكون العمود الثاني. هتقول لي انت عندك مشكله في الارتفاع، هقول لك لا بس نحاول نركز شويه يا جماعه. اروح اجيب الاداه بتاعت الكروب ديت، وفي الكروب انا مش هحتاج الصوره ديت كلها، انا يهمني ان الموقع بتاعي يتحمل بشكل اسرع، فاخلي الهاي يا جماعه قيمه صغيره خالص، اخلي الهاي بتاعي ولنفرض 10 بكسل. هي جايه على 12 بكسل، ما فيش مشاكل. اوكي انا هخلي الهاي بتاعي يا جماعه 12 بكسل، و اعمل كنترول دي. انا كده تمام، الشريحه ديت او الصوره ديت هي اللي جاهزه اني انا ناخدها معايا. فاروح اعمل لها ايه يا جماعه؟ من قائمه فايل اعملها سيف فور ويب عشان تتحفظ بجي اي اف، والجي اي اف بتبقى اسرع كتير جدا من اي صيغ تاني. طيب انا ايه علشان اعمل الماجنيفاير فمش هعرف احفظ الصوره، فانا مضطر اني اقفل الماجنيفاير يا جماعه عشان احاول احفظ الصوره ديت، تمام. اوكي وبعدين ديت انا هبتدي اعمل لها سيف يا جماعه، و على هحفظها فين؟ احفظها في الفولدر اللي اسمه ايمج بتاعي، تمام. احفظها باي اسم وان يكن، مش مشكله، تمام. انا اوريدي عملت الكلام ده وحفظتها قبل كده، فهكنسل واعمل كنسل، وانا كده مش عايز ملف الفوتوشوب بتاعي، واعمل نو. طيب انا كنت رافع الصوره بتاعتي على ايميجر لاني كان عندي مشكله في الموقع بتاعي، كان عندي مشكله في الفولدرز بتاعي، فرحت اخذت الصوره حطيتها على ايميجر وعملت لها ابلود، وهاخد الدايركت لينك بتاعها، تمام. الدايركت لينك بتاع الصوره ديت هاخده بكوبي، واروح على الويب سايت تبعي واقول يا جماعه انا كده برضو محتاج على انا كده مش محتاج الويتس في الكونتنت، انا بقول برضو لازم أن يكون في كونتينر في الطريقه ديت، لاني ها الناس مستوعبه معايا انا كنت بحاول اعمل ايه. انا يا جماعه عايز ادي لو انا فتحت الصفحه بتاعي هدي العمود اللي على الشمال ديت اللون اللي هو بتاع الحته اللي على الشمال اللي كانت واخده اللون الغامق، وادي العمود اللي على اليمين اللون بتاع الحته اللي على اليمين اللي هي كانت واخده اللون الفاتح. طبعا الكلام ده مش هيحصل مع خلفيه لكل واحد لوحده، لا لازم يكون في رابر واخد العرض الكلي اللي هو 960 بكسل وهو اللي شايل الاثنين كولومن دولت يا جماعه، ولازم يكون في برضه اوفر فلو للعمود ديت. بس الفرق اني انا مش هستخدم بقى البادنج والمارجن، القصه ديت انا مش هستخدمها، انا كده همسحها لاني مش عايزها في الرايت، كما اني مش عايزها برضه فين؟ في الليفت. بس انا محتاج الاوفر فلو هيدن على الكونتنت ده، انا محتاج الاثنين دولت. اوكي كما اني محتاج حاجه ثاني، محتاج اني ادي له الباك جراوند ايمج اللي انا كنت شغال عليها من شويه، باك جراوند داش ايمج، تمام. واقول له ها يو ار ال، وافتح القوسين وبين دبل كوتيشنز، ما بين دبل كوتيشنز ابتدي الصق المسار اللي انا كنت ناسخه من شويه، وانا واخد الاوفر فلو هيدن يا جماعه، واعمل كنترول اس كده، وهروح بريفرش. طبعا مش هلاقي حاجه ظهرت لاني ده يتواخد لون يا جماعه، فاهو انتوا لو اخدتوا بالكم اني اهو ده اتواخد اللون، فانا علشان اظهر القصه ديت لازم اشيل اللونين اللي واخدهم العمودين، تمام. فلازم اشيل الخلفيه البيضاء والخلفيه البيضاء اللي في الاثنين دولت، فانا اروح اشيل على الرايت الباك جراوند كلر الخلفيه البيضاء ديت تتشال، وعلى الليفت اشيل الخلفيه ديت برضو باكس، واعمل كنترول اس، واروح على الموقع تبعي واعمل ريلود. هلاقي ديت اللي حصل يا جماعه، وان يكن هو الكلام ديت ممكن اكون انا على ده حصل بالتوضيح يعني، فهو ديت ده العرض اللي هو كان 400 بكسل، وده كان الباقي 960 بكسل، والخلفيه اوتوماتيك عملت لنفسها ريبيت على المحور الرأسي. طب فانت كل ما دي تضيف نصوص هتبتدي تعمل لها برضه ريبيت على المحور الرأسي وهكذا، تمام. ديت بخصوص القصه بتاعت الفوت كولومز او الفيك كولومز، الاعمده المزوره والمزيفه. انا ما عملتش اعمده، انا استخدمت الباك جراوند ايمج. طبعا حضرتك ليك مطلق الحريه في ان حضرتك تستخدم الالوان اللي حضرتك عايزها او اللي حضرتك عايزاها، بس اللي يهمني ان الصوره تبقى حجمها صغير وانت تعرف تدرسها بشكل صحيح. ديت يا جماعه بخصوص ازاي اعمل ستريتش للهاي علشان يبقى بحجم الكونتينر او بحجم الكونتنت بتاعي، وان يكون كونتنت كل
كل ما هو ممتد برضه الهاي هيمتد. تمام يا جماعه، جميل. هيكون في طريقه تاني برضه للقصه ديت، بس اكشن مش هنتكلم عنها دلوقتي، راح نتكلموا عنها ان شاء الله باذن الله مع مين؟ هنتكلموا عنها مع لما نيجي نتكلم عن الفلويد اور الليكويد لاي اوت، وطريقه اللي هنتكلم عنها ديت هتكون بجد طريقه مهمه لان نستخدم فيها البوزيشن. ده بخصوص حلقه اليوم، سعيد جدا اني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم على مدار الحلقه ديت وعلى مدار التوتوريال بالكامل. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه مع الاسيتس، وهنحاول نخلي الديزاين بتاعنا مور كومبليكيتد، اكثر تعقيدا شويه، بشويه اسيتس هنحاول نحطهم على الجريد برضه اللي احنا شغالين عليها. ما تنسونا من صالح الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.